الامساك هو عرض لمرض، لو عرفت الاسباب هتعرف الحلول. هنقول لكم الاسباب والحلول في نفس الوقت. حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا، حلقه شائعه عند كل الناس. اسباب الامساك، اول حاجه سبب لازم حضرتك تفحص الغده الدرقيه، ده اول سبب، لان الغده الدرقيه هي المايسترو، ديت عايزه حلقه لوحدها. تاني سبب من ضمن الاسباب مضغ الاكل، انت ما بتظبط الاكل، يعني اكلك ما بيلحقش يتهضم، عمليات الهضم ما بتتم من اول المضغ، فانت لازم تمضغ الاكل كويس. رقم 2 حمض المعده بتاعك ضعيف، فانت لازم تقوي حمض المعده. نعم يا دكتور، اه لو انت واحد بتاخد ادويه حموضه كتير او ادويه بتاعه الامعاء كتير والمعده كتير بيحصل لك امساك، لان الادويه دي بتضعف حمض المعده. طب يا دكتور حل ان انا ازاي ازود حمض المعده؟ ان انا احط معلقه خل تفاح على كوبايه ميه بعد كل وجبه. بعد كده نخش على المراره، لو انت المراره عندك الافراز بتاعها للاملاح المراريه ضعيفه هيحصل امساك. هي ايه وظيفه المراره يا دكتور؟ وظيفه المراره بمنتهى البساطه انها بتنزل املاح مراره 90% منها ميه وكوليسترول، حاجه بسيطه. الميه ديت بتساعد على هضم الدهون، فاذا لازم يبقى اكلك يبقى فيه نسبه دهون صحيه زي زيت زيتون او زيت خروع على الريق، مهم جدا، هيحصل ليونه للتبرز. لو انت ما بتشربش ميه هيبقى البراز عندك ناشف والفضلات مش هتخرج، لان محتاجه ميه وتبقى تخش في دوره من دورات الطحين اللي هو الهضم، فالميه مهمه جدا عشان تساعد في عمليات الهضم. مهم جدا لو انت ما بتقعدش القعدة الصحيحة. نعم يا دكتور، يعني ايه؟ يعني لازم تقعد قعدة صحيحة. الصحيحة الامساك انك انت تبقى قاعد وركبتك تبقى فين؟ قريبة من صدرك. ليه يا دكتور؟ عشان العضلة العانية اللي ماسكة المستقيم بتبقى ماسكة في وضع 90 درجة. انت دلوقتي بتعمل لها تاني وبترفع رجليك عشان تميل 35 درجة مئوية زي ما حوريكم في الصورة، عشان يحصل عملية تبرز بمنتهى السهولة. مهم جدا تكتر من الالياف، والالياف عشان تكتر منها لازم تاكل خس بلدي كتير، مش الكابوتشي. الخس بلدي فيه زيوت طبيعية بتساعد على التليين، ولازم تاكل خضروات، واهم خضرة فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم البقدونس والكرفس حبايب قلبي، لان احيان كتير جدا من ضمن اسباب الامساك انك انت في حميات او في دايت ما بتاخدش كمية البوتاسيوم الكافية، والكمية البوتاسيوم لما تقل بيحصل تشنج للقولون. ومهم جدا تبقى انت واخد في الاعتبار هذا الموضوع عشان تقدر تاكل الخضرة كتير جدا. وفي سبب مهم جدا، الناس اللي بتكتم الرغبة، بيجي لها الرغبة وعايزة تخش الحمام تقولك لا ما انا عندي كده كده، انا بيجي لي امساك، انا مش هخش يا دكتور لان انا هخش على الفاضي. اكبر غلط، خش واقعد القعدة الصحيحة زي اللي في الصورة، واعمل عمليات تنفس مع كتمان بسيط 3 ثواني وكل فترة تمرين لتمرينات، وتعمل كمان مساج في الصباح الباكر مع عقارب الساعة، يعني عقارب الساعة ماشية كده اهو، يبقى انت تمشي كده اهو على القولون لمدة 10 دقايق. مهم جدا الرياضة كمان، الرياضة عشان بتسهل معاك القولون. وفي اللي هي النطاطة، اللي في منكم قادر وما عندوش اي مشاكل في العمود الفقري وقادر يجيبها في البيت، هي حابب اجيب لكم صورتها، نطاطه بتقعد تنط عليها كده بحيث ان القولون يبقى شغال معاك وطالع نازل. فالرياضه مهمه جدا للناس اللي هي ما بتتحركش كتير، ده بلس ان الرياضه بتقلل الاسترس، وفي حلقه مهمه جدا للرياضه هعملها قريب. اخر حاجه، الناس اللي بيحصل معاها امساك رهيب هيا دكتور ملينات، لا ملينات لا، خليك في الوسائل الطبيعية واستخدم القراصية، البرقوق المجفف، البرقوق دوت تجيبه وتحطه في مية كتير جدا لمدة ربع ساعة وتنزع البذور وتاكلها وبالشفة تدعيلي. واخر حاجة بذور الشيا، معلقة بذور الشيا على كوباية مية دافية خلاص لمدة 10 دقايق واشربها. كل ده في الياف رهيبة، والالياف هتساعدك في عملية الاخراج. مهم جدا الحلقة دي ما توقفش عندك، شيرها لغيرك عشان غيرك يستفاد. دكتور احمد عبد الباري، دراسات عليا التغذية جامعة اسكندرية.